تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والمقدرة ب 360 ألف جرعة مقدمة من مجموعة كوفاكس. وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح خلال عملية التسليم في مطار عدن الدولي عزم الوزارة الشروع في تنفيذ حملة التحصين ضد فيروس كورونا بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح والبدء بتحصين الكادر الصحي، مشيدا بعمل اللجنة الفنية وطواقمها المختلفة التي عملت بجهد متواصل للوصول إلى تأمين الدفعة الأولى من اللقاح. أشار الوزير بحيبح إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيعمل على تغطية 50% من احتياجات القطاع الصحي للقاح، المتوقع أن تغطي ما نسبته 70% خلال العام الجاري لتصل إلى 12 مليون جرعة، مشيرا إلى انطلاق حملة التحصين خلال الأيام القليلة المقبلة، مثمنا جهود وزير التخطيط والتعاون الدولي المبذولة في تأمين اللقاحات اللازمة لفيروس كورونا. هذه ستعمل لنا نوع من التحصين العام، بالإضافة إلى أن فيه وعد إن شاء الله من مركز الملك سلمان أنه سوف يغطونا ما يقارب أكثر من 50%، وبالتالي اليمن ستحصل على 70% إن شاء الله خلال هذا العام من اللقاحات، وبالتالي إن شاء الله سيكون هناك نوع من المناعة المتكونة إن شاء الله لدى الشعب، وهو جزء أساسي من الوقاية من هذا الوباء عن طريق التطعيم لأنه أهم جزء فيه، وهذه كلها تأتي بتوجيهات من الأخ رئيس الجمهورية وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء وبتعاون من الوزارات التي معنا مشتركة وبتعاون من المنظمات المانحة. وفي هذا الجانب نحن ندعو زملائنا في الكادر الصحي حيث أنهم سيكونوا لهم الأولوية في التطعيم أن يبادروا إلى التسجيل في مستشفياتهم ومراكزهم الصحية، حيث أن لدينا لجنة فنية تكونت وهي حاليا تعمل منذ 4 أشهر على إعداد الخطوات اللازمة لكيفية نشر التطعيم وكيفية اللقاح برئاسة وكيل قطاع الرعاية. وإن شاء الله نحن في هذا الباب ندعو زملائنا من الكوادر الصحية إلى التسجيل، ثم في مرحلة تالية بعد الكوادر الصحية إن شاء الله سيكون هناك نسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. اليوم يمثل يوم نجاح حقيقي للتعاون الدولي بين الجمهورية اليمنية والعالم، حلف اللقاح العالمي، منظمة اليونيسف، نشكرهم شكرا جزيلا. نيابة عن هذا الشعب اليمني على عبد وزارة الصحة جهد كبير ودؤوب ونشاط، وعملنا على تكميل ذلك، ونحن نشكل فريقا واحد في هذه الحكومة، حكومة الكفاءات، ونقدم اليوم بشرى الشعب بوصول أول دفع عمل اللقاح، وستلقى جهود كبيرة بشركة المجتمع الدولي ومنظمات الدولية بجانبنا ومركز الملك سلمان على استكمال ما تبقى من جرع الوقاية من فيروس كوفيد 19. الشعب بحاجة إلى تقديم المزيد من الحماية له في هذا الجانب. أشكر وزارة الصحة ومعالي الوزير ووزارة التعاون الدولي وأشقائنا في اليونيسف على التعاون اللي احنا يعني كحكومة وكمنظمات دولية أبدينا لتوافر اللقاحات، الدفعة الأولى من اللقاحات. كمان بشكر البنك الدولي لأنه وفر لنا الأموال اللازمة لحملات اللقاح اللي هتشوفوها على مدار الأيام القادمة إن شاء الله. المستهدف إن احنا نحاول نحافظ على أبنائنا وبناتنا وبالذات من الكوادر الصحية أولا، ثم من كبار السن أو الناس اللي عندهم أعراض قد تؤدي من خلال خبرتنا في التعامل مع المرض إنها قد تكون على خطورة عالية لو أصيبوا بها. أنا عايز أقول حاجة، إحنا اليمن مرت بالموجة الأولى وعدت بسلام وكان أداءها فيه جيد جدا، لدرجة إنه الناس كانت بتتكلم على إنه فعلا الفيروس مش موجود. لكن ما فعلته الوزارة في التنبيه لأن الموجة الثانية أشد خطورة وأكثر فتكا، وده اللي إحنا شايفينه في أوروبا وأمريكا، وبالتالي كان لازم نحمي أبنائنا من الشعب اليمني وبناتنا عن طريق توفير اللقاح. وبالتالي أنا بقول الوقاية خير من العلاج، واللقاح هو إحدى أدوات الوقاية. إذا كنا أفرطنا بعض الشيء في خلال الموجة الحالية أدت إلى ارتفاع الإصابات
إلا أن ده طبيعي بيحصل في العالم كله، لكن اللي مش طبيعي أن احنا تتوافر لدينا آلية لحماية شعبنا من أن احنا نصاب بهذا الفيروس ويؤثر على اقتصاديات المنازل والدولة ككل، ولا نأخذ بهذه الفرصة ولا نستغلها.